السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم تي في اس. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتكلم فيه على انواع السكسيونور او القاطع والدور ديالو وطريقه تركيبه في الدار الكهربائيه او ارموار الكتريك. غادي نحاول نشرح بالدارجه بسيطه وفي نفس الوقت باللغه العربيه باش يفهموني جميع المتتبعين. كما كتشوفوا هنا عندنا في الصوره واحد النوع من انواع السكسيونور اللي غادي نتكلموا عليهم ان شاء الله ونشرحوهم. هاد النوع كيكون في لي زارموار الكتريك بزاف، اي كيكون في لي طابلو الكتريك بزاف. كيما كنلقاوه على برا ديال الارموار، ما كنلقاوهمش من الداخل، كيتحطوا على ديما لون بلاصمون ديالهم ولا المكان ديالهم كيكون على برا ديال الارموار. وكيما كتشوفوا هنا السامبول ديالو كنرمزوا ليه بهذا الرمز. وعندنا عاوتاني واحد النوع اخر كيتسمى انتربتور سيكسيونور. هاد انتربتور سيكسيونور تاهو كنستعملو بزاف، تاهو عندو جوج ادوار غادي نتكلمو عليهم ان شاء الله. وعندنا عاوتاني انتربتور سيكسيونور من نوع اخر بهذا الشكل. وبالنسبه للرمز ديالو تاهو كنرمزو ليه بنفس الرمز ديال انتربتور سيكسيونور اللي شفنا قبل. وعندنا عاوتاني انتربتور سيكسيونور هذا تاهو كنستعملو بزاف، كنلقاو في باز طونسيو هوت طونسيو. وعندنا هنايا انتربتور سيكسيونور فيزيبل، كيكون فيه لي فيزيبل تاهو غادي نتكلمو عليه ان شاء الله. وعندنا نوع اخر تاهو انتربتور سيكسيونور فيزيبل تاهو كيكونو فيه لي فيزيبل. لي فيزيبل هما الصهيرات، هما الصهيرات اللي كيكونو كيتسموا لي فيزيبل اون فرونسي. وهاد لي سيكسيونور كاملين اللي شناهم دابايا كيبقى عندهم ديما نفس الوظيفه ونفس الدور، وهو هي فصل التيار الكهربائي والحمايه. دابا غادي نمشيو باش نعرفوا شنو هو السيكسيونور ولا ما هو السيكسيونور وما هو الدور ديالو. السيكسيونور هو واحد القاطع كهربائي اللي كيفصل ليا الكهرباء عن الاجهزه الكهربائيه باش نخدم بكل امان بدون وجود تيار كهربائي. باش نزيد نفهم شنو بغيت نقصد لكم بانه كيقطع التيار الكهربائي عن الاجهزه الكهربائيه باش نخدم بكل امان، غنديروا واحد المثال. المثال عندنا هنايا كما كتشوفوا واحد ارموار الكتريك ولا واحد طابلو الكتريك اللي كنلقاو فيه عده الاجزاء كهربائيه مختلفه كتشغل بجهدين 220 الترناتيف اللي هو متناوب، وايضا 24 فولت كونتينيو اي 24 فولت مستمر. من بعد ان شاء الله ندير واحد الفيديو اللي غادي نتكلم فيه على الفرق ما بين التيار المتناوب والمستمر. المهم اللي عندي انا في هاد الارموار بغيت نبدل واحد الجزء كهربائي، بغيت نبدلو مثلا كونتاكتور ولا اي جزء كاين من الاجزاء اللي كيبان لكم تمايا بغيت نبدلو هادي. اول حاجة اللي كندير شناهي هي انني خصني نقطع الضو ولا الكهرباء على الارموار باش نخدم. وعلاش كنقطع الكهرباء؟ باش نحمي راسي من الصاقة الكهربائية، حيت الله يحفظ الا مشيت الا خدمت خليت الضو دايز في الارمور ومشيت هزيت طرنوبيس ولا هزيت اي حاجه بديت كنخدم كيكون التيار الكهربائي دايز في الارمور، دونك نقدر نمشي شي سلك يقدر يسعقني الكهرباء. الا ضربني 24 فولت كونتيني ماشي مشكل، ولكن المشكل هو الا ضربني 220 فولت اللي هي الترناتيف. نتمنى تكونوا فهمتوني. باش نقطع الكهرباء ضروري خصني نقطعو من السكسيونور. بغيت نقول لكم واحد النصيحه اللي هي مهمه بزاف، غير فاش تقطع الكهرباء من السكسيونور يجب ان تقوم بوضع قفل او كادنا في السكسيونور. الكادنا بالنسبه للكادنا بحال هذه اللي كتشوفوا في الفيديو كيكون عندها مفتاح واحد، كنديرها في القاطع بهذا الشكل وديك الساعه كنخدم بكل امان. غادي تقولوا لي علاش كنديروا القفل او الكادنا؟ الجواب هو انه باش نكون خدام داخل الارموار يقدر يجي شي واحد يطلع السكسيونور وانا خدام. اما الى درت القفل واخا يبغي يطلع ما غاديش يكون يدخل حتى نحيد القفل. الواحد اللي عنده الحق انه يحيد القفل هو انا اللي كيكون عندي المفتاح. هذا هو الدور ديال الكادنا. كاين ثلاثه انواع من السكسيونور غنهضروا عليهم بواحد بواحد اللي هما مهمين بزاف خصنا نعرفوهم. ديك ثلاثه انواع كتلقى فيهم بزاف ديال الاشكال، المهم كيكون عندهم خدمه واحده. النوع الاول اللي كتشوفوه في الصوره معايا كيتسمى سيكسيونور. الدور ديالو شنو هو؟ كنفصل به الكهرباء عن الاجهزه الكهربائيه في حاله كنت غادي نخدم في داك الاجهزه الكهربائيه ونقوم بتغيير جزء كهربائي.
مثلا كما قلنا قبيله شرحنا عطينا داك المثال، انا في حاله الا بغيت نخدم فشي ارموار الكتريك ولا فشي داره كهربائيه ضروري خصني نفصل التيار الكهربائي. دونك باش كنفصل كنفصلو بداك سيكسيونور كما كتشوفو هنايا في الصوره. دونك اللي فهمنا بان الدور ديال السيكسيونور انه كيفصل ليه التيار الكهربائي ماشي غادي يحميه، هذا هو الدور ديالو. ندوزو للنوع الثاني، النوع الثاني اللي هو انتربتور سيكسيونور كما كنشوفو في الصور. كاين قلنا كاين نوع واحد ولكن فيه بزاف ديال الاشكال ياك، اللي هو الدور ديالو شنو هو. الدور ديالو بحال الدور ديال السيكسيونور اللي شفنا الاول، انه كيف كنفصلو به الكهرباء عن الاجهزه الكهربائيه في حاله كنت غادي نخدم داك الاجهزه الكهربائيه او نقوم بتغيير الجزء الكهربائي. وعنده عمل اخر هو انه في حاله كان هناك تماس كهربائي، باش كنقول تماس كهربائي كنقصد به كورد سيركوي كيفصل ليا الكهرباء عن الاجهزه باش تحمي من الشبك. دونك هنا هضرنا على جوج حوايج حنا في دار السيكسيونور، انه كنفصل به الكهرباء باش يحميني. وعندو الدور الثاني في حالة إلا كان كورد سيركوي أي دائرة مقصورة، شو كيدير ليا كيفصل ليا الكهرباء عن الأجهزة باش يحمي الأجهزة. دونك كيحميني أنا وكيحمي الأجهزة في حالة إلا أي كاين هناك دارة مقصورة. واللي معرف شنو هي الدارة المقصورة أنا غادي نشرحها ليه. الدارة المقصورة باللغة العربية أون فرونسي كورد سيركوي، شنو كنقصدو بالتماس الكهربائي؟ هو فاش كيتلاقى جوج أسلاك، بمعنى كيتلاقاو السلكين مثل سلك فاز مع السلك النطر، سلك احمر مع السلك الازرق، ولا فاش كيتلاقى ليا فاز الاول مع الفاز الثاني، فاش كيتلاقاو جوج كابليات جوج فيزان هذا كيتسمى كورت سيركوي. فاش التماس الكهربائي اش كينتج؟ كينتج على واحد التيار كهربائي اللي هو كيكون كبير جدا، وداك التيار الكهربائي يقدر يؤدي الى تلف الاجهزه الكهربائيه اللي كتكون عندي تمايا، فكيوقع ليا داك كورت سيركوي. حيت هاد الاجهزه الكهربائيه كيمر منها واحد التيار كهربائي كبير اللي يقدر يؤدي الى التلف ديالها كما قلنا. دونك حنايا كنديرو هاد انتربتور سيكسيونور، علاش؟ باش يحمي ليا ديك الاجهزه من التلف. دونك قلنا بان هاد انتربتور سيكسيونور عنده جوج ادوار، بانه كيحمي ليا الاجهزه الكهربائيه من التلف ياك في حاله الى وقع كورت سيركوي. كيطيح الديجونكتور ولا كيطيح السيكسيونور كيطيح اوتوماتيك كيطيح بوحدو بلا ما نهبطو، ولا كيحميني انايا في حاله الا بغيت نخدم في ديك الاجهزه الكهربائيه كننزلو يدويا كننزلو بيدي. وكاين النوع الثالث اللي هو سيكسيونور بورت فيزيبل ولا انتربتور سيكسيونور فيزيبل، سيكسيونور فيزيبل وعنده نفس الدور ديال انتربتور سيكسيونور اللي هو فصل الكهرباء وقطع الكهرباء عند وقوع تماس كهربائي باش يحمي لي الاجهزه. دونك شي كبير كيحميني انايا ياك في حالة إلا بغيت نخدم ولا شي حاجة، كننزل يدويا داك السيكسيونور كنهبطو يدويا باش غادي نخدم في لارموار إلكتريك ديالي. وأنه في حالة إلا وقع كورت سيركوي شنو كيوقع؟ كيقطع ليا الضو. كيما قلنا بأن لانتربتور سيكسيونور وسيكسيونور بورت فيزيب عندهم نفس الوظيفة، فهمنا ولا لا؟ دونك كاين واحد الفرق بسيط، اللي هو الفرق فاش غير هو انه فاش كيوقع ليا واحد التماس ولا كورت سيركوي في انتربتور سيكسيونور اللي كنا شفنا قبل، فاش كيوقع التماس كيطيح ليا السيكسيونور، بمعنى كينزل السيكسيونور كيتفتح. دونك شنو كندير في هاد الحالة؟ كنمشي عند السيكسيونور انتربتور سيكسيونور شنو هو كنطلعو كيما كتشوفو في الصورة، فاش كنهزو صافي كيخدم ليا لارموار ديالي مزيان، كيوصلو الضو ولا ليمونطاسيون كيخدم مزيان سامش. ولكن من بعد ما كنصلح المشكل، من بعد ما كنصلح كورت سيركوي، الا خليت كل كورت سيركوي كل شويه كيطيح ليا، ممكن ما قلتش من بعد ما كنصلح المشكل كنطلع صافي ها هي لارمور وصلت لا ليمونطاسيون، غيخدم ليا لارمور الكتريك ديالي، غيخدم الاجهزه الكهربائيه كلها غادي يوصل ليها الضوء مزيان. ولكن بالنسبه للسيكسيونور فيزيبل في حاله الا وقع ليا كورت سيركوي شنو كيوقع؟ كيتحرق ليا شي فيزيب من داك الفيزيبلات، يقدر يتحرقوا بثلاثة، يقدر يتحرقوا بجوج، يقدر يتحرقوا بواحد. علاش؟ كما كتشوفوا هنايا في الصورة الفيزيب إلا شتو معايا شو كيكون فيها واحد الخيط رقيق، كيكون واحد فيها فيل رقيق، واحد الخيط دايز منها. فحال شي إلا وقع كورت سيركوي شنو كيوقع؟ داك السلك اللي كيكون لداخل كيتقطع، فحال إلا طلش تقطع مكيبقاش يدوز ليا التيار الكهربائي من هنا لهنا. علاش؟ حيت الخيط تقطع. علاش تقطع؟ حيت وقع كورت سيركوي، حيت داز منو واحد التيار الكهربائي اللي هو ميقدرش يتحملو داك السلك الكهربائي، فهمنا ولا لا؟ دونك فاش كيوقع ليا كورت سيركوي
يقدر هذا الفيزيبل يتقطع عليه الخيط ديالو يتحرق ونقولوا بانه ما بقاش خدام. وبالنسبه اللي ما كيعرفش كيفاش انه التيستي فيزيبل بالملتيمتر راه سهله ماشي صعيبه، راه كاين واحد اللي غادي يظهر لكم الفوق ولا واحد الرابط غادي يظهر لكم الفوق هادشي اللي كيقول عليه، غتمشيو غتلقاو كيفاش كنستعملوا الملتيمتر وغتلقاو فيها كيفاش كندير القياس للعده اجزاء كهربائيه ومنهم الفيزيبل. الفيزيبل هو الصهيره منهم الصهيره. انفو انايا فاش كنحيد داك المشكل ديال كورت سيركوي عندي طلعت اللوفي ديالي ما غاديش يخدم ليا، علاش؟ حيت الا قلبت غنلقى بان كاين واحد الفيزيبل اللي هو محروق، خصني نقلب فين هو داك الفيزيبل لانه ما بقاش خدام. شنو كندير ليه؟ كنشدو كنجيب واحد فحالو كنركبو ليه. ديك الساعه فاش كنحل المشكل كنطلع اللوفي ديالي او كنطلع بويني ديالي، فاش كنطلعها صافي التيار الكهربائي كيوصل ليا لارموار الاجهزه الكهربائيه اللي عندي في داك لارموار ولانصالاسيون كتخدم مزيان. واحد النقطه بغيت نشير عليها وبغيت ناكد عليها، يا كما كتشوفوا معايا في الفيديو الا شفتوا معايا كاين بحال هذا السكسيونر ولا هذا السكسيونر اللي كاين هنايا بورت فيزيب، الا لاحظتوا معايا راه دايرين ليه في هاد اللوفي ديالو. فاش كنا ننزلو كيكون عندي تمايا واحد كنجبدها بيدي، هذيك كما كتشوفوا في الفيديو كنجبدها بيدي تمايا لومبلاسمون ولا مكان فين نكون وضع القفل ولا كادنو. المهم نتمنى ان نكون شرحت لكم بواحد الطريقه اللي هي سهله، حيت حاولت ان نشرح لكم بواحد الطريقه اللي هي بسيطه بسيطه بزاف باش اي واحد يقدر يفهمني، وحاولت ان نحاول نشرح باللغه العربيه وبالدارجه واخا كنلقى صعوبات ان باش نشرح باللغه العربيه كنحاول ان ندير شويه باللغه العربيه وبالدارجه كندخل شي شيء. نتمنى باني نكون شرحت بواحد الطريقه اللي هي سهله ونتمنى ان كل شيء يكون فهمني، ونتمنى من الله انني نكون شرحت لكم السكسيونر شنو هو وعرفتوا شنو هما الانواع ديالو وعرفتوا كيفاش كنخدموا بهم. نوصيكم ما تنساوش ديروا جيم وما تنساوش انكم تبارطاجوا وتابوناو معايا في لاشين، وان شاء الله غيكونوا فيديوهات اخرين وغيكونوا دروس اخرين ان شاء الله، والسلام عليكم في حلقه جديده ان شاء الله.